مرحبا بكم في قناة الشمس لتربية الطيور. إخواني الكرام، كنت أريد أن أقوم ببث مباشر نزولا عند رغبة بعض مشتركي القناة، لكن للأسف يعني تغطية الإنترنت ضعيفة جدا، يعني سوف تكون الصورة غير واضحة وغير جاهزة للنقل المباشر. كنت أريد أن أتلقى منكم بعض الأسئلة وأجيب عنها نزولا عند رغبة بعض مشاهدي القناة، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك، وأغلب المشاهدين قالوا أنهم يريدون القيام بجولة داخل الغرفة كوني لم أقم بتنزيل الفيديوهات منذ مدة طويلة، وسوف أستجيب لطلبهم ما شاء الله تبارك الله. يعني فترة توقفي على القناة لم تعني أنني توقفت عن تربية طيور الزغافينش، فالطيور بحمد الله في صحة جيدة والإنتاج يعني مقبول إلى حد بعيد. نرى هذا العش، نستغل الفرصة لأن نتفقد أنا وإياكم هذا العش، ربما فقس منذ يومين أو ثلاثة أيام فقط، ما شاء الله تبارك الله. يعني أول مرة ربما منذ بداية تربيتي لطيور الزبرة فينيش تكون النتائج مبشرة بهذا الشكل، ولله الحمد والمنة. واحد هذا العش، هذا فارغ، انتقل إلى هذا العش به بعض البويضات تظهر أنها فارغة، واحد هذا العش به بعض البيض، وهذا العش يظهر أنه فارغ. هي عندما نجد أعشاش مثل هذه الفارغة لابد من إخراج هذه الخيوط من الأعشاش. هذه بعض المهام، عفوا يعني تصوري سوف يكون بعض الشيء رديء لأنني أركز على العش ولا أركز على التصوير. نقوم بوضع هذا الخيش في أرضية السلاكة. لماذا؟ سوف تقوم الذكور برفعه مرة ثانية. هذا العش، واحد هذا العش به بيضات لم يفقس، هذا العش يظهر أنه فارغ. ننتقل إلى بقية الأعشاش. هي عند تفقدنا للأعشاش نقوم مباشرة بوضع الخيط في الأعشاش التي تم. هذا العش ليس به فراغ وتظهر أن البيوض مخصبة. هذا العش كما ترى الأنثى داخل العش، ما شاء الله تبارك الله، أقوم بإزعاجها. هذا العش به فراغ لكني لم أقوم بإزعاج الأنثى. هذا العش به خمسة بيضات، وهذا العش فارغ. هذا العش ما شاء الله تبارك الله به، ما شاء الله تبارك الله، سوف أقوم بعرضه من المقطع الفوقي. عفوا بالإشارة، هذه الطيور لمن لا يتابع قناة الشمس لتربية الطيور، هذه الطيور من الحجم الكبير ما شاء الله تبارك الله، يعني
ثم ادعمها بشكل جيد ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله تكون النتائج. هذا العش به بيض وهذا العش. الاساس نوعا ما التصوير فيها صعب به بيض كذلك. العش به فيها هذا العش به بيض ولا توجد به فيها. اخواني من اجل النجاح في تربيه طيور الزيبرا فينيش لا بد من الاستقرار. اول شيء هو الاستقرار. ما شاء الله تبارك الله ثلاثة فراخ أو أربعة. ما شاء الله توجد أربعة فراخ. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كلها بإدعام جيد. في هذا العش توجد فراخ أخرى. ما شاء الله. للأسف الشديد لم أستطع أن أقوم ببث مباشر، لكن أرحب بكل أسئلتكم في القناة بعد هذا الفيديو إن شاء الله. هذا العش توجد به فرخين أو ثلاثة فرخين على ما أعتقد. ما شاء الله تبارك الله. وهذا العش يظهر أنه فارغ. ننتقل إلى الأعشاش الحديدية. للإشارة هناك فراخ قد خرجت من أعشاشها، مثل هذه الفراخ قد خرجت من أعشاشها منذ حوالي أسبوعين أو أسبوع عفوا حوالي أسبوع. توجد عدة فراخ خرجت منها. هذه أنثى ثانية في العش لن أقوم بإزعاجها، لكن سوف أنتقل إلى العش الذي كانت به الأنثى. ربما تكون قد غادرت به بيض. ما شاء الله تبارك الله به حوالي سبعة أو ثمانية بيضات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كلها أعشاش. أغلب الأعشاش فيها بيض. هناك فراخ أخرى في أرضية السلاكة تشاهدون قد قامت بالطيران. هي أربعة فراخ أو خمسة، هذا خامسهم وهذا أربعة، بالإضافة إلى ربما عشرة أو 11 فرخ خرجوا سابقا. توجد أنثى أخرى في هذا العش الحديدي كما تشاهدون أخواني الكرام. أقترب بهدوء لكي لا أقوم بإزعاجها. ما شاء الله تبارك الله. هذا العش على ما أظن به فراخ قد فقست. هذا العش يظهر أنه فارغ. ننتقل إلى هذا العش. ما شاء الله تبارك الله به فراخ، لكن لا أستطيع تصويرها بشكل جيد. توجد ربما فرخين أو ثلاثة. ما شاء الله تبارك الله. هذا العش فارغ. هذا العش به بيض. ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله سيكون موج ناجح بإذن الله تعالى. فترة توقفي عن القناة لم تذهب سدى والحمد لله. اهتممت فقط بتربية هذه الطيور. هذا فرخ كما تشاهدون إخواني. هذا ربما يبقى يومين أو ثلاثة ثم يغادر العش. تجدون ترون أن الريش قد اكتمل. ما شاء الله تبارك الله. هذا عش آخر. هذا فارغ. باختصار قمنا بجولة لتفقد أحوال طيورنا والحمد لله بعد بداية غير موفقة. الآن أحس أنه هناك نتائج مقبولة وإيجابية. إن شاء الله الأداء يتحسن مع مرور الوقت.
وحقيقة أني لا أقوم ببيع من هذه الطيور، لكني أهتم بتربيتها، يعني هي هواية أكثر منها تجارة. تشاهدون شجار الذكور على الأعشاب. توجد طيور الجولدن فينيش. المرة القادمة إن شاء الله سوف نزور أعشاب. طيور الجولدن فينيش لم أنجح في تربيتها. لماذا؟ لأنها طيور صعبة الميراث جدا. وللنجاح في تربية طيور الجولدن فينيش لابد من توفير طيور البنغالي فينيش للنجاح في هذه التربية. إخواني الأعزاء، أترككم في رعاية الله وحفظه، ومرحبا بكل تساؤلاتكم من خلال تعليقاتكم، ولا تنسوا التفاعل مع القناة والتفاعل مع هذا الفيديو بالضغط على زر الإعجاب ونشره فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.